المزيد نناقش مع لينا قنوع محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك معنا لينا. أبدأ معك بالنفط، اليوم نجده على ارتفاع مع أنه أيضا سلوكه كان الأسبوع الفات كان على ارتفاع. ما الذي سيجعلنا نقول أنه النفط سيستمر في هذا السلوك من الارتفاع، وإلى أين تتصوري أن تكون تلك المستويات؟ أهلا بك. بالفعل أسعار النفط ارتفعت، وذلك لعدة أسباب هذه الارتفاعات التي نشاهدها. بالتالي سياسة أوبك التي ما ذكرناها بتخفيض الإنتاج ب 7.7 مليون برميل، أيضا أسعار شركات النفط الأمريكية لعبت الدور الأساسي في تلك الارتفاعات ودعمت هذه الأسعار الذي حصل في الإنتاج بعض الشركات النفطية، وأيضا فتح الاقتصاد جزئيا، وأيضا الذي دعم بشكل أساسي تصريحات كما ذكرتي خلال التقرير، تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو بأن هناك تعافي للطلب، يعني ربما هذا التعافي وصل إلى 90 مليون، يعني قريب من المستويات ما قبل، مستويات قريبة التي كانت قبل عام والتي كانت ب 100 مليون. وأيضا لا ننسى أن العراق هناك التزام من العراق بتخفيض الإنتاج ب 400 مليون في أغسطس وأيضا بسبتمبر لتغطية الارتفاعات التي حصلت خلال الشهور الثلاثة الأخيرة. لكن بالمقابل هناك أسباب يعني داعمة للانخفاض، أيضا هي ما زال هناك عم نشوف ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وخاصة في العالم وصولا الى 20 مليون شخص في الولايات المتحده الامريكيه، ايضا في الهند، استراليا، سمعنا يوم بولايه فيكتوريا ارتفاعات في عدد الاصابات. فبالتالي اتوقع ان تكون اسعار النفط ستكون متذبذبه رغم الارتفاعات التي سنشاهدها خلال هذا الاسبوع. النفط الامريكي الخفيف سيكون عند مستويات تقريبا لن يحصل يعني مستويات اكثر من 45 دولار الامريكي، فبالتالي هذه الارتفاعات محدوده بين ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وأيضا بين ما تقوم به منظمة أوبك، وأيضا لا ننسى أيضا أي تحفيز سيكون داعم لأسعار النفط لو قليلا. طيب لينا، يبدو أنه كما يعني لا نستطيع أن ننفي دور الدولار أيضا في اللعب بعلاقته التاريخية مع الذهب ومع النفط. اسمح لي أذهب معك للذهب. الذهب شفنا على 2070 دولار الأونصة الأسبوع الفات، اليوم عندنا جني أرباح على الذهب. هل نستطيع أن نقول أنه تصحيح من أجل جني الأرباح؟ سنعود لرحلة الصعود. كم تتوقع أن تكون رحلة الصعود قريبة؟ يعني نرتد عن التراجع. نعم. هل سيلعب الدولار بضعفه أيضا دافع قوي لعودة الذهب لتسجيل ارتفاع قريبا؟ نعم، بالفعل رولا انه الارتفاعات اتوقعها للحصل، طبعا وصلنا الى 2072 بالنسبه لاسعار الذهب، 2000 دولار حاجز نفسي، لو تم فوق مستويات ال 2000 دولار فسوف نرى اتجاهات صاعده، لو شهدنا تراجع دون مستوى ال 2000 دولار سنرى اتجاهات هابطه. طبعا لا ننسى تصاعد التوترات الامريكيه الصينيه تزداد، هناك عقوبات على مسؤولين صينيين، عقوبات على شركات امريكيه مثل تيك توك وايضا هواوي سابقا، ايضا العقوبات التي تطال رئيسه هونغ كونغ، كلها تلعب دور اساسي في ارتفاعات الذهب. اتوقع على المدى القصير انه يجب ان يكون هناك مرحله التقاط انفاس، عمليات جني ارباح يجب ان نشاهدها، لا ننسى المضاربه تلعب دور اساسي. اتوقع بعض يعني بعض الضغط على اسعار الذهب على المدى القصير، لكن المدى المتوسط والطويل اتوقع ما زالت الارتفاعات. يعني لا ننسى ايضا بسبب سياسه التحفيز النقديه والماليه، وايضا بسبب عده امور عده نذكر، اسعار الفائده المتدنيه، وايضا يعني السبب اللي عم بيضغط ايضا لا ننسى على اسعار الذهب، ايضا حزمه التنفيذ العالقه اللي قيمتها تريليون دولار بين الجمهوريين والديمقراطيين، رغم الاوامر التنفيذيه كانت بترامب بخطوات فعلا يعني ربما تعتبر يعني هذه يعني
سوف يعني هل سوف يكون هناك توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات لو تم هذا التحفيز؟ فنتوقع على المدى المتوسط الطويل سنرى الارتفاعات الداعمة للذهب وربما نصل إلى مستويات 2150، لو كما ذكرت 2000 دولار هو الخط الحاسم للحاجز النفسي لنرى ارتفاعات أكبر من ذلك. الدولار الأمريكي ما زال رغم الارتفاعات التي شهدناها بعد وصوله إلى أدنى مستوياته في عامين نتيجة بيانات الوظائف الأمريكية والتي جاءت ربما أفضل من التوقعات، لكن لا تحسن، لكن لا يوجد تعافي تام. ما زلنا نتحدث عن أسعار فائدة متدنية وأيضا عوائد السندات الخزانة الأمريكية ما زالت يعني رغم ارتفاع عوائد السندات شهدناها لعشر سنوات لكن هي متدنية لكل عوائد السندات، فبالتالي تستمر الاستمرار الهابط للدولار الأمريكي. ونحن نطرق طبعا 15 أغسطس هو موعد مهم للاتفاق التجاري للمرحلة الأولى بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، ربما لو تم أي يعني بالنسبة للعقوبات ربما تعطي بعض الدفع أو الارتفاعات القليلة للدولار. يعني تحليل وافي وكافي منك لينا قنوع وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب، شكرا لك.